بسم الله، عايزين نعمل تخصيص للقوائم ديت، بحيث ان مثلا في الارتكشر ابقى في حاجات معينة عايز اشوفها غير دول، في مثلا عايز مثلا في البارت اضيف حاجة تانية. فعشان اظبط الموضوع دوت هروح لتولز كوستمايز، الاقي هنا دي الاوامر، مثلا قائمة فايل فيها بعض الاوامر، تمام بالشكل دوت. بعد كده دي الاختصارات، تبدأ تشوف مثلا لو انت مثلا عندك امر زي اكسبورت، تبدأ تقول له لا ده انا عايز الاختصار جديد ليه، مثلا وليكن مثلا كنترول دي مثلا على سبيل المثال، فبيقول لي كنترول دي في حاجة تانية واخداها، ممكن تقول مثلا كنترول شيفت اس مثلا. ده مجرد بس ايه مثال للحاجات اللي انت ممكن تعملها في الاختصارات دي. كل القوائم اللي عندك تقدر تختار الحاجات زي ما انت عايز. عندك هنا التول بار اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه، بيقول لي ممكن تعمل في الاركتكشر تعمل حاجة خاصة بيه، اقول له مثلا نيو واسميها مثلا AR، تمام اوكي. ال AR ديت عبارة عن شريط صغير زي دوت، ابدأ احط فيه بعض الاوامر. يعني ممكن مثلا اخد امر مثلا من فايل واقول له ايه انا عايز الامر بتاع اكسبورت دوت نحطه في ال AR، والامبورت نحط فيه مثلا دوت، والاوبن نحط هنا، ونروح مثلا رايحين لحاجة تانية زي مثلا الستارت اقول له خد لي الامر دوت، وروح مثلا للدرافت خد لي الامر دوت، تمام كده. يبقى انا عملت قائمة خاصة بيا اقدر اشتغل بيها زي ما انا عايز، تمام. اقول له كلوز، اجي هنا الاقي القائمة بتاعت ال AR اللي هي موجودة فين، اللي هي القائمة ديت، دي الاوامر اللي انا حطيتها. بدل ما كل شويه مثلا اروح للفايل اكسبورت، لا انا شفت اهم الاوامر اللي انا بستخدمها كتير وحطيتها في القائمه ديت وبقت موجوده عندي اهي، اقدر اتحكم في المكان بتاعها، تمام. تقدر برضو من تولز كاستمايز تعمل اكتر من قائمه، وفي اي حاجه من دول يعني ممكن مثلا في الايمج برضو تعمل قائمه جديده وتبدا تختار الاوامر اللي انت عايزها وتضيفها وترتبها. يعني ممكن مثلا من ارتكشر كنا احنا عملنا هنا قايمة، اقول له مثلا دي خليها فوق بالشكل دوت، لا خليها تحت، لا ده الامر ده انا مش عايزه شيلهولي، خد لي الامر دوت. فتقدر تتحكم في الامر زي ما انت عايز. ده الماكرو اللي هي الحاجات اللي هي البرمجية، تبدأ تضيف اي ماكرو انت عايز. اقدر اتحكم برضو في الشريط اللي تحت ده يظهر او ميظهرش، ان انا هاجي هنا من فيو اقول له الستاتس بار مش عايز تشوفه، او اظهروا لي تاني البانل نفسها، ايه البانل اللي انت عايز تظهرها، ايه البانل اللي انت مش عايز تظهرها، زي ما انت عايز.